نعم، يا حقيقة أن الجبهة الأوكرانية الشرقية ما زالت مشتعلة ومحتدمة بالكثير من المعارك القتالية التي يصرح الطرفين عنها بخسائر كبيرة. اليوم أيضا جبهة باخموت تتحدث قوات فاغنر عن تطويقها بشكل كامل وعن بدء إخراج المدنيين منها، ولكن بحسب التصريحات أن هناك منع للقوات الأوكرانية بإخراج هؤلاء المدنيين المتبقين في الداخل، والذين يبلغ عددهم حوالي 4500 نسمة. بالمقابل القوات الأوكرانية تصرح أن الضربات المتتالية للقوات الروسية تمنع من خروج هؤلاء المدنيين من داخل مدينة باخموت. أيضا على جبهات عدة، في الجبهة الشمالية الشرقية من باخموت أيضا هناك، أو عفوا الشمالية الغربية، ما زالت هناك أيضا محاولة لإطباق الطوق الأمني الكامل على باخموت وصولا إلى الطريق السريع. أيضا في زاباروجيا عند مدينة أريخف هناك ضربات روسية مكثفة على تلك البلدة ومحاولة أيضا للسيطرة عليها بشكل كامل، مما يؤدي أيضا إلى رد أوكراني عنيف على هذه الضربات. في كوبيانسك أيضا على محور كوبيانسك هناك محاولة أيضا للسيطرة والدخول على هذه المدينة، والقوات الروسية تبعد حوالي 3 كيلومترات عن هذه المدينة. الدفاع الروسية تصرح أن عدد القوات الأوكرانية الذين تم تحييدهم يصل إلى 700 جندي أوكراني خلال 24 ساعة الماضية، بينما القوات الأوكرانية تصرح أن المقاومة ما زالت مستمرة وأن الدعم أو حتى التطويق الأمني لم يتم بسبب المقاومة والضربات التي يرد عليها الجيش الأوكراني والموجهة من قبل القوات الروسية إلى داخل التحصينات الأولية في الجبهة الشرقية الأوكرانية. نعم طيب، أنا يعني بعد تطويق باخموت من قبل قوات فاغنر العسكرية الروسية، ولكن يعني لحد الآن لم نشاهد تصريحات رسمية أوكرانية بسقوط البلدة أو تطويقها. إذن ما الذي يجري هناك؟ لماذا هي متمسكة بموقفها ولم تخرج من البلدة؟ هل هي موعودة نعم بدعم غربي؟ أي حقيقة أن القوات الأوكرانية بحسب الخبراء وبحسب ما يأتي به بعض المراقبين أن الجيش الأوكراني يحاول اليوم استنزاف القوات الروسية بشكل كبير وصولا إلى معركة الحسم أو المعركة الأخيرة، بحسب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية الذي صرح أن روسيا وأوكرانيا ستتواجهان في معركة أخيرة حاسمة خلال الربيع المقبل. أيضا القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية تتحدث عن أن العمليات الروسية تواصل شن هجماتها في مناطق محددة بعيدا عن الضربات المكثفة التي كنا نشهدها سابقا على الأراضي الأوكرانية، وذلك يؤدي إلى ربما إضعاف الجيش الروسي بشكل ما تحضيرا لهذه المعركة الكبرى. أيضا قائد القوات الجوية الأوكرانية يتحدث عن صواريخ جديدة بدأت روسيا باستخدامها تبلغ حوالي 1500 كيلوغرام في وزنها، وتحاول أن تقصف مناطق عديدة أوكرانية لإضعاف هذه المقاومة الأوكرانية المتواجدة على الجبهة الشرقية وتحديدا عند باخموت. لذلك هذه المقاومة يرجحها البعض إلى أنها محاولة لاستنزاف قدرات القوات الروسية، وبالتالي تسهيل السيطرة الأوكرانية فيما بعد على عدة مناطق خلال طيب يمكن العمليات يعني الكبرى التي ستجري طيب مرة خلال الربيع المقبل. يمكن نعم يعني يمكن أن يكون هذا الهدوء هو هدوء ما قبل العاصفة لجبهات أخرى مثلاً.
حقيقة أن بعض الخبراء نعم يرجحون هذا الخيار ويعتبرون أن هذه المعارك التي تتم في باخموت هي غير استراتيجية بالنسبة للقوات الأوكرانية، والتحضير للمعارك التي ستجري في الجنوب الأوكراني بحسب التصريحات هي التي ستكون الفيصل في المعارك. لذلك اليوم نجد أن هناك تباطؤ في الدعم الغربي بحسب الخبراء، وأن جميع هذا الدعم وهذه الأسلحة الغربية يمكن أن تكون حاضرة في يد القوات الأوكرانية خلال المعارك القادمة وصولا إلى شبه جزيرة القرم وتحديدا في الربيع المقبل. لذلك اليوم هذه المعارك تعتبر هي فقط استنزاف ودراسة قوى للطرفين من قبل القوات الروسية سواء أو حتى من قبل القوات الأوكرانية. نعم مرام، يعني أيضا هناك حديث عن افتتاح مصنع لدبابات ليوبارت الألمانية في أوكرانيا، ما هي ردود الفعل الروسية تجاه ذلك وما أسباب اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت الحرج؟ هل هذا تدخل مباشر ألماني؟ نعم بالفعل آية، هذا الخبر تصدر الصحف الغربية وخاصة الألمانية، يتحدث عن أن مصنع دبابات ليوبارد سيقوم بافتتاح فرع له في الأراضي الأوكرانية، ورجح الأسباب إلى أن إيصال الدبابات إلى الجانب الأوكراني لن يتعدى 300 دبابة خلال الأشهر المقبلة، وهي أعداد غير كافية لتحقيق النصر. وبحسب أيضا التقارير الألمانية أن أوكرانيا تحتاج إلى حوالي 600 إلى 800 دبابة من نوع ليابارد لتحقيق معادلة التوازن ووصولا إلى النصر خلال المعارك القادمة. لذلك هذا القرار لاقى طبعا غضبا كبيرا في الأوساط والأرجاء الروسية. النائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف تحدث عن أن هذه في حال قيام هذه الخطوة فسترحب روسيا طبعا بسخرية، تحدث عن هذا الأمر وقال بأن روسيا سترحب بهذه الفكرة وسيكلفها الأمر رشقات من صواريخ كاليبر، أي بمعنى أن القوات الروسية ستقوم باستهداف أي محاولة لبناء مصنع داخل الأراضي الأوكرانية. أيضا تصريحات الخارجية الروسية سابقا تتحدث عن أن أي محاولة لإمداد الطرف الأوكراني بالأسلحة الغربية سيؤدي فقط إلى إطالة عمر الأزمة دون تحقيق أي نتائج مرجوة في تقدم القوات الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية منذ بدء التسليح الغربي ودعم كييف تتحدث عن أن أي هدف أو أي محاولة لدعم أوكرانيا وأن شحنات الأسلحة التي يمكن أن تصل إلى الداخل الأوكراني هي هدف مشروع للقوات الروسية وسيتم استهدافها في حال وصولها ودخولها إلى الأراضي الأوكرانية. لذلك هذه الخطوة الألمانية رجحها أيضا بعض الخبراء بأنها محاولة للتدخل المباشر في الصراع وستكون نتيجة لتصعيد الأزمة بين دول حلف الناتو وخاصة ألمانيا مع الجانب الروسي. نعم. مرام، أيضا هناك تصريحات لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه حول إجماع جميع الدول الأعضاء في الناتو من عدم شراء النفط الروسي. إلى ماذا يشير أو تشير هذه التصريحات؟ هل هو تراجع أوروبي من العقوبات المفروضة على موسكو؟ نعم آية، بالفعل هذا التصريح هو تصريح ربما مختلف تماما عما جاء في تصريحات بوريل خلال الأزمة الأوكرانية الذي تحدث عن ضرورة إضعاف الاقتصاد الروسي. اليوم يتحدث عن أن إجماع الدول الأوروبية على رفض أو رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى اختلال التوازن في أسواق النفط العالمية. هذا التصريح رآه
البعض أنه محاولة لإرجاع الدبلوماسية الأوروبية في العلاقات الاقتصادية مع روسيا خطوة إلى الوراء، وآخرين وجدوا أن هذا التصريح هو نداء استغاثة بعد ربما الصعوبات التي بات الاتحاد الأوروبي يراها في اقتصاده مع تخلي الجانب أو دول كثيرة من توريد النفط أو استلام النفط الروسي والتعامل معه وعدم إيجاد بدائل أخرى. أيضا في بلومبرغ تحدثت وكالة بلومبرغ عن أن بيع النفط الروسي كان بأكثر من 60 دولار للبرميل بعد فرض سقف لأسعار النفط، وهذا يعني أن روسيا لم تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات، وإنما على العكس قد تجاوزت هذه العقوبات، وربما بعض الدول في تعاملها مع روسيا عملت باختراق ما وضعه الاتحاد الأوروبي من عقوبات على الجانب الروسي. لذلك اليوم هذا التصريح ربما يراه البعض تراجعا، لكن بالمقابل نجد أن مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين مباشرة ردت على هذا التصريح خلال اجتماعها مع شولتز، وربما بشكل غير مباشر، لكنها تحدثت عن أن الاتحاد الأوروبي استطاع الاستغناء عن النفط ومشتقاته من روسيا، واليوم يتابع بإيجاد البدائل، وأن اليوم الأوضاع مستقرة، أي أن البعض اعتبر هذا الرد رفض للاتحاد الأوروبي بإعادة عجلة الوقت إلى الوراء والعودة إلى العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. نعم آية، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من موسكو مرام حمصي مراسلة اليوم، شكرا جزيلا لك.